اهلا بكم في حلقة جديدة من عليك واحد. الليلة نجومنا هم عدد من النجوم، فرقة كاملة ما شاء الله جايبينها كلها. اشتهروا في الفترة الأخيرة انهم بيغنوا في الشارع، عشان كده احنا قلنا الليلة نجيبهم في عليك واحد نوريهم شغل الشارع جد. تم تنصيبهم في الفترة الأخيرة سفراء للنوايا الحسنة. احنا تم تنصيبنا امبارح سفراء للنوايا الفاسدة، فقلنا ما هنخليهم الا نعلم عليهم عشان تاني يعرفوا انه ما يحوموا في الشارع ساي. ضيوفنا لليلة الفرقة الغنائية أصوات المدينة. وصلنا المكتب او الاستوديو اللي بتسجل فيه اصوات المدينه الاغاني بتاعه. طبعا المكتب ده جديد وكان مفروض ان نقول لاصوات المدينه مبروك، لكن احنا هنقول لهم مبروك عليكم بطريقه ثانيه. فنحن بدأنا يا اخواننا الليلة معانا فنانين جميلين شباب حلوين اصوات المدينة، مقلب جديد وجاهزين لاصوات المدينة. بكم في برنامجنا اسمه نجمكم معانا. فكرتنا ان احنا بنجي للضيف في حتته بيته او مكتبه او كده عشان نسوق يعني، لا يجينا بعربيه لا يجيب مواصلات لا يجيب ندلعه زي ما نقول ندي بيبسي وندي حاجه. عشان كده شفت احنا عشان كده قلنا نجيبهم لا ركشات لا مواصلات لا امجادات. دارين نعرف احنا في الطريق كده علاقتكم بالشارع، ناس شارع ولا ناس بيت؟ والله يا كجروب كده يعني الكبير منه كبير تيمون. بس خلاص نبدا مع تيمون. راح انت سموك تيمون ليه؟ اكيد في الشارع سموك في بشبه تيمون ولا شخصيه الكاركتر اللي تيمون وبومبا. لا زمان كنت بشبه عندك صوره. واحنا في الطريق لناس كابوس قعدنا ندردش مع ابراهيم وتيمون عن علاقتهم بالشارع، وهم اصلا ارتباطهم بالشارع كان كبير، حتى البرنامج اللي اسسوه كان كله في الشارع. الشارع في مدينه ابو نعرف فرطو. وكنت صفا كمان شارع مختلف تماما عن الشارع هنا. دي طفولتك كلها يعني. ف يلا يعني حتى علاقتي مع البيت كعبة جدا. كعبة ضعيفة. بجي من المدرسة بجي على الشنطة والشارع دي حاجة. انت ابراهيم طفولتك كانت وين؟ انا طفولتي في شنبات وفي السعودية وفي حتات كثيرة يا اخي في الامارات وكده. حايم شوارع كمية. ايوه حتى في السودان في 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 شمات وفي ابو قرون. الناحيه الثانيه كان كابوس ونظريه وخطاف بيجهزوا عشان يخلعوا ابراهيم وتيمون يقول لهم مبروك عليكم المقلب. انا دقست وشال ثلاثني نومه لقاني مازن والعصابه لقاني مازن والعصابه هاني كابوس ونظريه خطف النور ضحكه قويه هاني كابوس نظريه خطف النور ضحكه قويه انت دقست ولقوك عصابه دقست دقسه كبيره يابا. اصوات المدينه لفوا شوارع الخرطوم كلها وغنوا فيها وملاوا حب وسلام. اكيد حصلت لهم مواقف كثيره في الرحله دي وهم حكوا لنا جزء منها. في 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 بتاع الزون الفك الشمال بتاع العرس الجماعي في المحطه الوسطى
فجينا بنربط وبتاع، ففي زول ما عارفه من وين قال شنو كده، مهم خدت فكرة انه يا اخي في عرس جماعي الليلة هنا. فالناس كلها بقت شنو بتسأل في موضوع العرس الجماعي. ها يا جماعة ها الناس دي بتدي شيلة ما احنا صرنا بقينا مقنوعين بالموضوع انه يا جماعة الموضوع اصلا ما عنده علاقة لا بعريس لا جماعي لا بتشرح انه يا اخي نحن جايين نغني لكم في الشارع ده موضوع ثاني. فنحن طريقة مزيكتنا أنا ما شايفة غريبة يعني على زول، بالذات المستمع السوداني ثقافته عالية شديد في الموسيقى، يعني بيسمع أي حاجة كويس. فمزيكتنا بسيطة، هي ما صعبة، يمكن شكل الآلات مختلف عن الآلات الشعبية أو المألوفة. نحن زي ما شايفين الليل المقلب بتاع الجرس ومتحركين بقيادة النور خطاف بالمقدمة. ايوه فاقدينك يا جمر. فاقدينك ورا والله كده، ممكن تجينا بصورة كده نظرة. ايوه حلوة جرسة حلوة. العربية اللي احنا راكبين فيها وسايقة محمود جرسة العربية بتاعت ناس كابوس، ومن هنا بدأ المقلب. دي مزورية اكبر، شارع اكبر، صح، وحوام اكتر، صح. فدي واقعة كان عليكم كيف؟ في الفترة الأخيرة تم تعيين أصوات المدينة سفراء للنوايا الحسنة، وتم تعيين عليك واحد سفراء للنوايا السيئة. لكن خلينا نعرف أصوات المدينة كيف تم اختيارهم سفراء للنوايا الحسنة. ليه؟ لأنه نحن مشينا الشارع، نحن شغالين في القضية دي ذاتها، تشابه القضايا، تشابه الفكرة. إذا مشيت حتة ممكن تتكلم باسمه أو بتشرح فكرته باسم أنت بس الموضوع مسؤولية كبيرة. لما تسافر كنت عامل شنو؟ يعني سافرت بس نيالة عملت شنو؟ مشينا زرنا مكتب الـ UNDP في نيالة، اجتماع لطيف مع الناس هناك، شفنا ال احنا ما رجعت قصدنا نجد ولا حاجة. عربية ناس كابوس عشان تستفزنا زيادة عشان محمود جرسهم أكثر من مرة، اضطروا إنهم يرشونا بالموية. يا زول أنت زول عبيط، هتكلمنا معاك باحترام يا زول. عبيط تسوي شنو؟ هتلاقي بعض الاستاذ. عبيط تسوي شنو؟ هتلاقي بعض الاستاذ. دقيقة صل على النبي يا زول دقيقة صل على النبي يا فرد. أنت سايق؟ لا لا أنت سايق. أنت سايق؟ أنا سايق. أنت ما سايق؟ دقيقة يا زول، بسم الله يا زول، صل على النبي. دقيقة 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 محمود 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 دقيقة 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 هو عارف زول دقيقة يا أخي تمام يا محمود دقيقة يا ما صل على النبي صل على النبي يا دقيقة
عبد الله بن محمود انت تبع مين انت؟ اللهم صل وبارك وسلم على سيدنا. انت سايق؟ انت سايق؟ انت عايز عليك؟ انت سايق؟ صاحبك ما سايق. انا سايق ما سايق يا صاحبي. خليك من سايق كل سنه 6 جن. صح؟ يا حاج انت برضه سايق؟ انت عايز مالك؟ ايش نو؟ بطل اساس. وين يا تيمان مالك انت ما تضارب زي الزلة؟ لا ما قصد. ابو ضارب الفنانين ذيلا وبس انت الاكشن دائما فاتحني في الفضائيات. ما تصبر تدفع ما كنت بتهجم طوال. الناس انا قاعد احجز يا زول. انا ما داري ايش اجي. انت جيت طاير هنا محمد. انا داير احجز. ولسان طيب انت طيب يا اخي دبرنا نسمع عليك واحد عشان كاسرين على الكاميرا دي علينا واحد لسان المغرق ده وابيجي لا انت تعال 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 يا بيرم بيرم ده طبعا ماركب معانا العربيه اي وركب العربيه الثانيه وكلموك صح انا داير احجز ما انا اكثر ولا اقل زي ما قالوا الحجاز بده بده كذا انا اخذته كذا لا لا انت حجاز اكثر والله هو طيب لا لا يا اخي يعني انا بشوفك بالغنى مختلف من محمد رمضان اللي عملته انت لك نطه كده الاسطوره انت مشيت وين؟ هنا في زول نزلت انا داير امسك الزول من الزول انا ماشي طول ساكن ما اصبر المشي سواق يا انا عارف انت سواق والله ما ادري معانا يا اخوانا نحن دايرين نغني للناس الحجز ده انا دقست وعملوا فيني مقلب هتغنينا مش دقست ولقاني ماشي جيت لك سوري لازم تغنوا لنا يا جماعه دي من الساعه 1 يلا احنا مستنيينكم من جبل تعال يا بيرم تعال تعال معانا لازم تغنوا لنا غنوا لنا اي حاجه منو جناتي علىكم كلها نجيب لكم خلاص جرب احساس الغنى بعد القلعه توصل الغنى كله في الشارع اللي احنا واقفين في الشارع اصوات المدينه اصوات المدينه انا في الشارع حبي وسط المدينه الله كان محتاج لي حاجه زي دي انا عشان يسكن صح والله العظيم كان في باكن جد براغه يا حركه اي حركه انا هتدينا كم شكرا لكم ما ينفع يكون معنا أصوات المدينة وإبراهيم بن البادية وما نسمع منهم غنية حتى ولو إحنا مقلبناهم وعملنا فيهم حركة ما لطيفة أنا دقسته وشالتني نومة زولتي قاعدة هناك مهمومة أنا دقسته وشالتني نومة زولتي قاعدة هناك مهمومة أخويا قام ساق العربية والزمن ما بيسمح لي ده أخويا قام ساق العربية والزمن ما بيسمح لي خطفت تلفوني وشتان وقفت لي بتاع أمجاد وضربت ليها دوت ردت علي وسمعت الصوت بسون طيبين ومتعافلين يا ابراهيم كريم الله والرسول هاي الكاميرا يا اخوان نقول لهم نحن من لهم بيسو كل الحب والسلام لكم وبيسو طوالي مزيع مزيع يلا في امان الله ما قصرت والله نديم العافيه نديم مع بعدين يا شباب لا حول ولا قوه كم محتاج شرط الطعام كمية صحنة هذول طبعا ده الكف رقم 18 19 اللي لا حول ولا قوه الا بالله الكف واقع عليك دي كم ذكرتني في يطلع كم كمان حلمي اللي احنا عملنا معاه عقد مجانا للكف الكف ده من حاسب عليه استغفر الله تعرف فيكم مقلب قبل كده لا حول ولا قوه الا بالله ما قدر ده ما قدر ده المقالب العاديه بتاعت الناس مع بعضها كده لكن ما في حاجه كده فيكم الثلاثه ما في ما حصلت طبعا هو امبارح لما قلنا قالوا بيرم ده شفاتي وتقلب هيفهم البتاع ده بيفهم البتاع ده طوالي بابيك قال شيلوا بيرم ده طلعوه برا لما نيجي نازل قلت تركب عربيه ثانيه تفضل تركب عربيه ثانيه ادونا الشباب الاثنين دول لا حول الله يا ده قالوا ما ركب العربيه شاف انت بتضحك قال لي ده مقلب ده بيرم اصلا يا جماعه انا شفت الكاميرا لكن برضه يلا شنو الكاميرا في عربيته سكتها كده سكتها تاني الموضوع ده لما النازل تعصبت شديد اي الموضوع ده الموضوع ده ما عنده على غاية لانه بشكله جد جد ما في بيناتهم هم مختلفين اي في اشتباك يا صاحبي
لا حول ولا قوة الا بالله. انا ما افتح مشاكل لكن دايره فضه المشكله كان هاي والله يا محمد ما... انا بحاول احجز في الناس بجور في زولي ودار اجور ذاك عشان اتكلم لكن يلا ما في فرصه لكلام ده شنو لا انا ذاتي خلعانين صرت ممثل للدرجه دي هاي هاي لما الناس تجار ما وقت كده يا زول لا يا اخوانا يا اخي دلعي دلعي كريم دي كانت حلقتنا لليلة من عليك واحد مع أصوات المدينة وفريق الحب والسلام. إن شاء الله ما يكونوا زعلوا مننا وإبراهيم الضربة اللي أخذها في وشه ما تكون أثرت عليه وليه قدام. بكرة حلقة جديدة من عليك واحد، نجم جديد ومقلب جديد، لازم تستنونا. سلام. أواد كابس تقال يابس كابوس كابس، ومهما بتكون نجم مشهور أو فنانة وليكي جمهور، الليلة معانا يومكم بطول كده. كل واحد عليك واحد والكون كله عليك شاهد، منا الشايفات وبتشاهد والكاميرا معاك، سيضلك شوف الليلة منو حيحلك، استمتع باللحظة وعيش ما الجايات بتجيك في محلك. حصلت حركات وهمية بس خلوها لينا بالنية، القصة أساسا كاميرا خفية، القصة دي ضحكة 100%، أضحك يا أصلي ويا أصلي.